أذان الفجر من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام الساعة الخامسة وثمانية دقائق بتوقيت المدينة المنورة، وهذا بعد دقيقة ونصف من الآن ينادى لفجر هذا اليوم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمد رسول الله أشهد الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. أيها الإخوة الكرام، رفع الآن أذان الفجر من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفعه لنا المؤذن الشيخ محمد بن ماجد حكيم. أيها الإخوة الكرام، ننتهز هذه الفرصة لنتقدم بالشكر الجزيل